عنديش من نجيب نروح نسراق، ما عنديش والله ما عندي. روح جيبو ولي. وين نجيب؟ تديت لي حانوت يا طفله، نخلص 18 مية ديت لي حانوت. ما تخش من انت روح تخدم. المريضه هذه ولا غرب؟ بيني وبينه ما عندكش غير بينك وبينه، وعندي 18 مية نخلص. عيب عيب عيب. خلي ولادي بلا حوايج. سخرتني بلا حوايج قدام الناس. ولادك بلا حوايج وخليني فرجلك قدام الناس. خليني فراجلك قدام الناس، كلمة توزن الكثير قالتها هذه السيدة اللي حست بنصر الدين أكثر من زوجته. نعلموهم والله خلعتني ضربتني بالحوايج وجبيتك. ما عنديش ما عندي. روح نديهم يتبراسوا حتى روح خليها. ما عنديش. شنو هذا؟ راني نشوف غير هذا ترفدي بارك. ما عجبكش الحر روح ارجعيهم تعيشي لا لا تعيشي ريحه ما عنديش خلاص روحك كنت تدخلي في روحك انت تدخلي عيب احنا عيب راح تديله حتى عيب وحشومه هذا النساء من اخلاقهن حاولوا بكل الطرق ينصحوا لويزا ويفطنوها على الخطا ديالها ما عندي وهذا راجل ولا غير 18 مية للشهر تريسيتي وما وقعتش لمتهم لي كامل وركع هذا راجل كل خدام ما عنديش دي حاجه خلاص تقوى بهم خليها هاي روحوا وين شوفك فين داير انا سايب لا خدمه مادام مش ديك الكراسي ولا ولادك ما عنديش على بالي ما نخدمش لا معنى لي رفتهم على بالك بلا معنى لي نشوف انا اصلا البيبي تاعك وراه باش تطيشي ما عندي قلت ما عنديش انا نروح نسرق ما عنديش السلع خلط يوم علاش انا خلطت يوم انا قلت اخرج وخليك راني خارج الله يحفظك اختي خلط يا جد والله ما عندي راجل عمرك ما تكون مع راك شد التليفون ونورمال عجبك الحال انت يا راجل ما تهضرش معايا ما تهضرش دار نهضر عيب عيب واش راكي ديري راجل هذا يقولوا له عيب عيب ما تاكلوا فيه ايه عيب روحي روحي روحي